اهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى اللي شاف الفيديو ما ينساش يضغط على ابوني ويضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا البسطيله المغربيه بواحد الطريقه مبسطه بالنسبه للمبتدئات. هنايا كيف كتشوفوا انا عملت جوج بسطيلات، القياس ديال التبسيط 45. المهم ما نطولش عليكم، يلا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، هنايا غادي نحتاجوا واحد 2 كيلو ديال البصله مشلضه، هنايا واحد 3 دجاجات مويان او 2 كبار، المهم خديت منهم غير الفخاد والصدوره، هنايا واحد 16 البيضه، نص كاس ديال الزيت، هنا كاس ديال زعفران صغبه درت فيه الماء ودرست عليه واحد الطامه ديال زعفران صغبه حيت ما عنديش بزاف. يمكن لكم نتوما تستغناو على الضويمه وديروا غير زعفران صغبه. هنايا 2 معالق ديال الزبده كبار ومعلقه ديال السمن، قرفة عواد، سكينجبير، هنا 2 معالق كبار ديال سكينجبير، معلقه مع امراج ديال الابزار، معلقه ديال الخرقوم البلدي، القرفه، العسل، هنا واحد شويه تقريبا غير نص معلقه ديال راس الحانوت، ما بغيتوش ديروه ماشي مشكل، هنا المليحه وجوج عريشات ديال ورق سيدنا موسى. المهم هذا كيبقى لكم الاختيار. هنايا زلافه ديال قزبر ومعدنوس، العسل، وهنايا اللوز غادي نحتاجوه من بعد. هنا خديته ومن بعد ما سلقته وفسخته كنقليوه وكنخليوه يبرد، غادي نطحنوه من بعد. ندوزو دابا الطريقة ديال التحضير. اول حاجه غادي نبداو على بركه الله، غنديروا البصيله ديالنا، غادي نزيدو الدجاج، الدجاج انا درت غير فخيضات ودرت الصدورة. من بعد غادي نزيدو 2 معالق كبار ديال سكنجبير كما كتشوفوا، معلقه كبيره، معلقه ما امراش هنايا ديال الابزار، هنايا خرقوم، القرفه ما تنكثرهاش يعني باش ما تمررش لينا، كنديرو كنعاونو بقرفة عواد، عويدة القرفة، السمن، هنايا راس الحانوت. المهم كيبقى ليكم اختيار اللي بغيتو ديروه، مليحة، المهم ما كنملحوش بزاف حيت السمن مالح، هنا وريقات سيدنا موسى، كنضيفو الزويته ديالنا، وهنايا كنضيفو زعفران صغبه، انا استمعها واحد كنوره. المهم كيبقى لكم اختيار، الا عندكم زعفران صغبه كثير كتستغناو على الكنوره. من بعد غادي نزيدو غير نص ديال قزبر ومعدنوس حيت الاخر غادي نستعملوه في البيض، كما كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نربطو هذا الشيء فوق البوطه، ما كنديرفوش الماء نهائيا، يعني كنخليوه على نار مهيله، هذيك البصيله ديالنا كتطلق الماء، و
ونخليوها طيب في المهلة على خاطرها. كيف كتشوفوها البنات البصلة ديالنا هي دبلات، يعني انا راه ما زدتش قطره ديال الماء، هذاك الشيء اللي درت هو اللي رطيت. وهنايا شديت الفخيطات درتهم الفوق وحاولت ندير الصدوره لتحت وخليتهم كيطيبوا كيطيبوا بالمهل، يعني كيطيب لينا الدجاج على خاطره. هانتوما كيف كتشوفوا، يعني كنحاول باش يطيب لينا، كنخليوه يطيب على خاطره. بالنسبه لبنات اللوز هنا كيف شفتوا قليته، هو كيتقلى في الزيت بارده يعني باش يجيكم مهرمش. من بعد طحنته على هذا الشكل كيف كتشوفوا، ما كيجيش يعني معجن، كيكون مهرمش شويه. طحنته تقريبا مع 150 غرام ديال السنيده. المهم بالنسبه للسنيده عينكم ميزانكم، حيت كاين اللي كيبغي حلو وكاين اللي كيبغي يشحلو بزاف. انا درت تقريبا 150 غرام. من بعد غادي نشدو واحد البانيون نصبو فيه هذاك اللوز ديالنا، غادي نضيفو ليه شويه ديال القرفه، غنسموه بشويه ديال القرفه. هانتوما كيف كتشوفوا القياس، شويه ديال الماء زهر، مهم تقريبا هذا القياس. وغادي نضيف واحد جوج شاصيات ديال زهرات البرتقال، المهم نتوما اختياريين، انا كنسمو بهادو كيجي بنين، كيجي كيعطي واحد النكهه زوينه. ما بغيتوش تديروها كتستغناو عليها. كنضيف جوج هنايا، ومن بعد كنمزج هاد العناصر مع بعضها كيف كتشوفوا. كنخلط مزيان هاد الشيء حتى كتمتاج هاد المكونات. وكنزيد واحد طريف ديال الزبده، من بعد البنات ما طاب لينا الدجاج ديالنا غادي نحيدوه كيف ما كتشوفوا. من بعد ما حيدنا الدجاج ديالنا كامل غادي نضيفو القزبر ومعدنوس اللي بقى علينا، غادي نزيدو واحد المعلقه ديال الزبده وواحد المعلقه كبيره ديال العسل، تكون معلقه يعني عامره ديال العسل. ومن بعد غادي نخلطوا جميع هاد العناصر وغادي نخليو هاد المريقه هادي ديالنا حتى توكح مزيان من هاد الماء، خليوها تنشف لينا مزيان. كيف ما كتشوفوا البنات ها هي بدات كتوكح لينا المريقه ديالنا، واللوين راه بدات كتاخذوا يعني لون ذهبي نتوما كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نبداو نزيدو البيض ديالنا تدريجيا،
نحاول تكون العافيه شويه مجهده وما نخلطوش، يعني نبقاو نديرو غير هكا باش ما يجيش معجن. نبقاو نضيفو شويه بشويه كما كيف ما كتشوفوا. كنبقاو نديو فيه هكا ونجيبو حتى كنكملو البقيه ديال البيض ديالنا اللي عندنا. كنديروا القدر الكافي اللي محتاجين. انا هنا تقريبا درت 16 بيضه. بالنسبه للدجاج البنات كنفرتتوه يعني على هذه الطريقه، تيكون غليظ كيف ما كتشوفوا، يعني ما كنفرتتوش هكا صغير، كنحاولوا نديرو طريفات غلاضين كيف ما كتشوفوا يعني على هذه الطريقه. هنايا كيف كتشوفوا البنات الدجاج هاو من بعد ما قطعناه، وهذا اللوز ديالنا، وهذا البيض هاو كيف شفتوه كيفاش كيجي. وهنايا غادي نحتاجو واحد المقله ديال 45 اللي كتدخل الفران، ديك اللاطه ديال البسطيله. انا غادي نعمل جوج، المهم غنخدم وحده بوحده. وهذه الورقه ديال البسطيله ديالنا، هنايا الزبده مع الزيت غادي نخلطوهم باش غادي نخدمو بهم، وهذا البيض باش غادي نلصقو. شوفوا البنات لصقت جوانب بربعه ديال الوراق، كل ورقه لصقتها بالبيض وكندهنوا بالزبده. درت اربعه هكا في الجناب كيف ما كتشوفوا، ووحده درتها هكا باش كتلصق لينا. كنلصقوا جنب على جنب بالبيض وكندهنوهم بالزبده. دابا غنبداو ندهنوا بالزبده، عاد غادي نديروا الحشوه ديالنا. ناخذ الدجاج من بعد ما استفنا الدجاج ديالنا كيف ما كتشوفوا، غادي نضيفوا البيض. من بعد ما كملنا الدجاج ديالنا استفناه، غادي ناخذ واحد الورقه كيف ما كتشوفوا بحال هكا،
المهم كتشوفوا ديما الجهه الحرشه كتكون لداخل، ومن بعد غادي نضيفوا اللوز ديالنا. كيف كتشوفوا كنعمر كاع الجوانب باللوز، ومن بعد غادي نسقيو اللوز ديالنا باش ما يجيناش ناشف، يعني كنسقيوه بشويه ديال الزبده باش ما يجيناش ناشف، كنسقيوه غير هكا من الفوق. ملي كنساليوها البنات وكندهنوها كنبداو نثقبوها بحال هكا باش الورقه ملي تبغي طيب لينا ما تقطعش وما تشققش، كنثقبوها ثقيبات صغار. وهنايا كيف كتشوفوها البنات درت تقريبا جوج ديال 45، هادي وهادي كيف ما كتشوفوا. مهم هذه بالنسبه ليا دهنتها بصفر ديال البيض من الفوق، ورشيت عليها شويه ديال الورقه، يعني الورقه قطعتها بحال هذه، قطعتها بحال هكا كيف كتشوفوا. والاخرى غادي ندهنها حتى هي بشويه ديال صفاره البيض وغادي نرشها، ومن بعد غادي نصيفطها للفران وغادي نشوفوا من بعد الشكل النهائي ديالها. وها هي البسطيله ديالنا كيف كتشوفوا من بعد ما جبناها من الفران. انا يا الصراحه صيفطتها الفران ديال الزنقه، يعني كتجي مقرمشه، وقبل ما يدخلها الفران يعني دهنها بواحد شويه ديال الزبده عاد دخلها تحمرات، زوقتها كيف كتشوفوا بشويه ديال السكر كلاصي وشويه ديال القرفه وشويه ديال اللوز. كنتمنى البسطيله ديالنا تعجبكم، وكنتمنى تكون نالت اعجاب ديالكم. كنشكركم على المشاهده ديالكم مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي عليكم.